كيفكم؟ انا حاليا قناة هالقد. اليوم الفيديو راح يكون عن سحب الورق، واليوم الفيديو راح يكون مع بنت عمي يارا. اوكي، وهلا عنا اربع ورق، كل واحد بيسحب بنتين بس. بنتين لان عنا اربع بس. هلا ايه راح تبلش اول؟ خليها تشوف شو بتطلع لها. نرقص له دقيقة، قصدي نص دقيقة. تعال نص دقيقة، يلا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 29، 30. يلا بس. دوري، الله يستر. ايه بعد الورقة؟ اوكي، لا راح ادور هاي الورقة. يلا يلا من هون. اقف على اجر واحدة 30 دقيقة. ايه 30 ثانية قصدي، شو دقيقة؟ انا وياها قاعدين نهرب الدنيا. نص ثانية. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 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
طيب هلا ضايل تنتين وحدنا وحده هي. بس المهم تذكروا انه لازم نبعد الاوراق عنهم بلاش نخربط. طيب انا يلا يا رب هلا كل وحده تخربط ندور لمدة 10 دقائق. يلا يلا قصدها 10 ثواني. ولا شو نقول دقائق ولا ثواني ثواني ولا يلا 1 2 3 لقيت راح ابلش ادور لعشر ثواني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس على فكرة أنا رحت لما دورت عشان هالصايمك عشان هالصايمك أوكي أنا بس منيح إنه دورت العشرة لما عدت للعشرة لأنه أنا كتير عن جد صايمة أما هي لا أوكي هلا دوري هلا دوري هلا أوكي افتح يا زينتم هي لا لا هي خدنا ورق بعض هذي أخذناها. طيب نقف وأنا نط خلال 10 ثواني أشوف نار ترسمي في ذلك أرسم بيت يعني وأنا مغمضة عيوني لازم ترسم بيت هلا بنجيب ورق عشر ثواني بس المهم تغمض عيونها على الاخر هيك اوكي هلا بنجيب ورقه وقلم وشح ونرجع لكم. طيب هلا جبنا قلم هلا رح ارسم اي لون اللي بدكم اياه بس اي لون بدنا طيب هلا يا رغم ده بس اول اشي فتح شوي لازم احي لازم لما تخلص من اللون لازم انا اجيب لها اياه اللون اللي اوكي طيب خلاص بنضل نعلم الاحمر ما بدنا نغيره هلا رح اغمض يارا رح تغمض لعيوني بلا شاوش بلشي طيب كويس كويس كتير طيب هلا بس بنحب انه اذا حبيتوا التحدي تبعنا يحطوا طيب هلا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت ولا تنسوا تعملوا هاشتاج حمد توصل حلقة 20 مشترك وبس
باي باي. لا لا وردات عشان مشترك. وهلا بنسى انا احكي لكم سؤال. فاليوم السؤال راح يكون عن هلا السؤال اليوم شو اكتر يعني شو اكتر ورقه انه لقيتوها اصعب اشي يعني من يومي؟ انا شو هي اصعب ورقه؟ انا حاسه حالي انه الورق الاصعب اشي هي رسم البيت. وانا رسمت هذا ورقه نفسي ارسم بيت اكبر من هذا كله. وانا لقيت صعب عليها الدوران. طيب بس باي.